هل المحرم فاستهل مكبرا وانثور به درر الدموع على الثرى واقطف ثمار الحزن من عرجونه وانحار بخنجره بمقلتك الثرى الكرايا يا يا الله أي مصيبة حلت به الله أي مصيبة حلت به بكت السماء لا نجيعا أحمرا وما ترى الحرم الشريف تكاد من زفرانته الجمرات أن تتسعر ماذا حصل ماذا حدث قتل الحسين قتل الحسين من نكبة أضحى لها الإسلام من هدم الثرى الذرى يا وي لقاتله أيدري أنه يا بعاد النبي وصهره وما ذاك الذبيح من القبر يأب ظلما وظل ثلاثة لم لا ينقضي يا أبا وتصبري مني عليه تعايا صاحب العزل يوم من اللي ناصب الفاتحة قلبك هالمسي أجلون قلبك هالمسي أجلون يا صاحب الزمان
قلبك المسي شلون يا ابن العسكر حاله حاله بعينك من شفت عاشور بين بالسم هلال يا البلوايك بلويوم قلبك ما جزع صبره عين الثار تترجاك لا جن تسجب العبر اشلون هلال المحرايا يا غايب بعينك تنظر بالشمط في الحسين بنحر فتك سهم البين من مثلك صبر عدين لو صبرك على المسكون هدى وزلزل جبال سيدي بعينك من تشوف الماي يا الغايب وجارية تتذكر اطفال حسين وش عملت بن مي الكم كم طفل تلعب على خدود تراجي قلبه تفطر من الحار وكبده من الظما تفطر وام عليه تتفكى يا تبكي الصيح يا ولادي وسهم البين يبراله اويلي 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 لعدنا اضر من لاح الهلال يا زينب يا ام المصائب سيدتي انت صاحبه العزاء عمة الإمام الإمام المهدي اليوم قد نصب العزاء وشيعته والله لعد ناظر من لاح الهلال الهلال قلبي رجف وتغير الحال والله شفت وصحت مال الدغر مال مال باكر يكلفوني بالعيال واتكلف بخدر والاطفال فراق اخوتي يا ناس شتال والله فراق اخوتي يا ناس حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الشهر أرد أبدي قبل ما أبدي بي أرد أبدي مفتاح أكو بركة أنا أعتبر هذا مفتاح البركة يا مفتاح أبيات الدعب القرآن للرضا مثل هاليوم باكر قرآن للرضا قرآن للرضا أنا أبدي من آخر أفاطم لو خلت الحسين مجد وفقنا أبا عبد الله هنيئا لكم أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي الله 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 إيش قد بها أبعاد هذه الكلمات إذا يا 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 إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين من وجناتي أردحش النوم لسان زينب يلا عليك إيه يا شهر وقعت كربلا يلا تونوا يا ريدك
يا شهر وقعت كربلاء ضيعت كل العائلة وانا اللي جيت مدليلة ستر الشمس دوني. اتمنى هو هذا البيت الاخير ترده وراي. يا شهر وقعت كربلاء ضيعت كل العائلة وانا اللي جنت مدليلة ستر الشمس دوني ستر الشمس. يا شهر كافي يا شهر طيحت أخوي على النهر وحسين مكسور الظهر. يا شهر كافي يا شهر طيحت أخوي على النهر وحسين مكسور الظهر ما نشفى نجفوني ما نشفى ايش قد ركضت ذاك الظهر. الله الله ايش قد ركضت ذاك الظهر وشفت الشمر فوق الصدر. كل هالصور شافتها قد ركضت ذاك الظهر شفت الشمر فوق الصدر يا ريت ضماني القبر ولا شفت بعيوني ولا شفت بعيوني. يا شهر بك أعظم مصاب عفت أخوتي وياي عفت أخوتي فوق الترى ومذبح ورود الشباب كلهم يفجعوني كلهم يفج. يا شهر سلبت الخوات وتدري بخوات مدللة وعبت الجفوف مقطعة عبت الجفوف مقطعات وانا انخطف لوني. خوش بيت اردق رأيك يا من صايا يا 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 عقب أهلي زمان وياي من صاح من صاح من صاح وعقب عباس شافل لي والله من صايا يا 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 ألف مرة ذبحن الشمر من صاح أخت عباس أخذناها. الله الله
يا بأخت عباس أخذناها محرم. كم يا هلال محرم تجدينا يا الله.